هلا والله بالشغالة البطلة. أنت أول مرة تجي السعودية؟ أول مرة. طب كيف كلام عربي؟ أنا أول في شغل في دبي. دبي؟ دبي. هلا والله بدبي وأهل دبي. مرحبا الساعة. مرحبا الساعة يا أبويا. أكيد بديتك الشغالة البطلة. بهالمناسبة هذه تنزل لي سحلة أغنية. أوكي. خمس الحواسي سائلني عنك وقلبي فيه جرحين، جرح التجافي والتجني وجرح سكن في قلبي سني. وخمس الحواسي سائلني. هذه الشغالة الجديدة توني مطلعها من الوكالة. ما شاء الله، فاشينيستا دي ما هي شغالة. ايش اسمها؟ ميري. ميري؟ طب ليه ما نسميها ميسي؟ وين منفردة بهجمة هي؟ خلوها على اسمها لا تغيرونه. مين ذي؟ لا تقول لي الخدامة الجديدة. الا الخدامة الجديدة هذه مو حقت شغل وكرف، هذه حقت دلع ومكياج. رجعها رجعها يا عامر. وين لبن هي؟ اقول لك رجعها الحين. خلاص خلاص ودي مكتب. تعال. وين وديها؟ انا دافع فيها 20,000 وقاعدين ننتظرها 6 شهور بس. هذا هو على كلام امك. وديها وديها. وانت صادق يبا وعليها ضمان 3 شهور، يعني اذا بزوطت نقدر نرجعها. متاكد؟ جربيها يمه. نجربها. خذيها يا مشاعل وديها فوق. والله حرام عليكم فجعتوها المسكينة. يلا امشي قدامي امشي. اسمعي يا ابو عامر، شغالة وجبناها لك، بس اسمعي انا ما بيها تدخل المطبخ ولا تقطع جلطة ولا تغسل المواعين ولا تلبس شيء في المطبخ كله ولا تقرب ملابسي. فهمت الكلام ولا لا؟ هجل وشو اللي جايبينها؟ جايبينها لامك تبي شغالها مثل الناس. عجيب والله. ميري يا ميري. سابقا وين راحت؟ لان ماكينه ميري حوادث الطرق وضحايا حوادث الطرق. مير عامر شفت ميري؟ لا ما شفتها. صار لي ساعه ادور عليها، وين راحت؟ يمكنها زبنت. وش زبنت؟ يعني اخذت عفشها وهجت. هو يلا خلصينا. نظفيها زين، نظفي الشمعات. حاضر بابا حاضر. اي حاضر بس نظفيها. ولا خلاص نظفتها روحي جيبي المكنسة ونظفي السيارة من داخل. طيب طيب بابا طيب. طيب طيب وش بلاش انت زعلانة؟ ما شاء الله ما شاء الله كارفة من الصبح يبا. اي طبعا نكرفها. أنا أبيها بعد ما تخلص تروح تنظف السطح والدرايش. كهو والله يا أم عامر، في هذا حللنا 20,000 اللي دفعنا فيها. ولا تنسى يبا 1,500 راتبها. وصاج أنا أبوك. خلصينا يلا بسرعة. سليمان شغل الموية. يلا نظفي زين نظفي زين. نظفي فوق اللوحة 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 تحت. كفو والله ممتازة ذي الشغالة ممتازة. ميري هذا الجوال لك، أبيك تخلينا معك على طول، أي وقت نحتاجك نكلمك. مفهوم؟ مفهوم ماما. ميري وين طاقيتي المذهبة اللي أعطتك إياها اليوم؟ بسرعة جبيها يلا خلص علي. ممتاز ممتاز. إيه دائما كذا لا تغسلينها بكلوركس يروح الصفار كله. أوكي أنت ممتازة خليك كذا على دائم. أوكي أعطيك العافية. شكرا. إيش عندك مع الشغالة؟ أبد قلت لها وين طاقيتي وجابتها لي. ومين قال لك أصلا تتكلم معاها؟ ما كلمتها أرسلت لها على الواتس. كمان بينك وبينها رسائل؟ رسائل واتس مو بسناب وغيره. لا ما شاء الله صريح والله. لو كلمتها مرة تانية ولا تلفت لها ولا عملت أي شيء وتكلمت معاها ولا طالعت ما تلوم إلا نفسك. سامع ولا لا؟ هقلب الدنيا على راسك.
أبوك الغيرة. ماري! حسوي معاكم ستريبس الدجاج المقرمش. أول شيء حضيف بيض، لبن سايل، ماري! فلفل أسود وملح. نعم بابا. دقيق حضيف عليه. هالقابلة عندنا ضيوف. أبيت تنظفين أنا ما أجي لسي وتبخرينا. مين قايلة؟ أنا ما في قول. ممكن نفر ثاني. أقول القابلة ما تفهمين أنت؟ مين قول؟ ولا أنا ما في قول. مشعل! يا مشعل! ايوه ايش في يا خالي؟ اتصل بعامر يجي ياخذها يوديها للمكتب، ما نبيها. حاضر يا خالي ابشر. ما في مشكله، ودي المكتب، انا ما في قول. لحظه، قبل لا يوديها عامر المكتب ابيها. احس ان المستيشن فيها شيء. اقول لا تصرف علشانك لاقي مهدف. لا ما اصرف، انا فزت عليك من قبل. متى يوم تفوز؟ نسيت 2016. اوف 2016 متذكرها. فايز عليك بعد 2500 مره. ها يا رجال، فايز علي عام 2014 ولا الحين يذكرني فيها ويذلني. هلا. طيب خلاص جهزوها اجيكم. حط ستار. يلا مع السلامة. يلا يا عيال بعد اذنكم بروح اودي الخدامة المكتب. يعني منسحب من المباراة؟ فين التحدي؟ وين التحدي؟ درج انت درج، ما تسمعني قبل شوية اكلم اهلي؟ يعني الخدامة اهم مني؟ اي اهم منك. زباد لا! نطف الجبة! عادي، اهم شيء انه انسحب. سجل يا تاريخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اوف 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 اوف، وش ده؟ تفتيش بعد؟ ما تسكتون؟ خلوني اركز، وراي شغل، وراي شغل، وراي خدمات الغير افتشهم. اوف عمى. وش السالفه؟ ابوك قال للشغاله القابله وهي ما فهمت علي. بس كذا؟ بس انا احس بقمل بوكس. ترى اقول لك شيء، ابوك معقد. ايه لا تغلطين على ابوي، لا الحين الحق الشغال المكتب. كيف 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 كيف؟ مو كفايه اني انا ساكته على رسائلك معاه ولا نسينا؟ وشو؟ تراسل ولدي قليله الحياه؟ عجيب والله. يا مرحبا يا مرحبا عامر، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طمن الوالد، أنا علمت الخدام المصطلحات العربية النجدية الأصيلة وبقت تمام التمام. طيب وش ثبت لي؟ بقبل أسر أم سيان الزبلة أم حق ولد دبشة قمقها. ها رأيك شنو؟ أنا أشهد إنها شقردية وممتازة. وسوي شكشوكة، بس لا تكثري للبصل، أوكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم عامر؟ لو اني داريه انك جايبه شغاله ما كنت جبت شغالتي معي. وانا لو داريه انك بتجيبينها كان قلت لك لا تجيبينها. ايش الوسوسه هذه؟ يعني سايبيني انا اشتغل في المطبخ وما شاء الله هم قاعدين هنا؟ قومي قدامي يلا.
يا راس بالي بيد الخد يا طوين حراير من ضرار. وين رايحة؟ ودي زبالة برا. حطي الزبالة يوديها عامر، حنا ما عندنا شغالات تطعم برا. هذي المداخل الفي عجيب والله. الله يعطيك العافية يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي، بس اللي طابخة ميري. ميري؟ أهم شيء لا تقطع سلطة ولا تغسل ملابسي. أبوك الصملة. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي أكل إماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخها أحسن من طبخ بعض الناس. إيش تقصد؟ أقصد طبخها أحسن من طبخ المطاعم. عجيبة والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبايل هذه بابا؟ انت حنام ما في هرمة اطلع برا. ايه صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خلي يشيلهم. يلا عامر. عموري عموري ولا العابد اخلص. وش تبين؟ طفش، ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام، أبيع فيه منتو يغمش في الموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس. ها إيش رأيك؟ شغلها البطل. ترى انا اللي علمتها. ايه بس من اللي طبخ ونفخ؟ صراحه كده هي. ما شاء الله وش هالزين. ايه اكرفوها، دافع فيها 20,000 وتاكل وتشرب وتنام. لا وما اخذ راتب 1500 بعد. صدقت يا وليدي. تعال يا ميري، تعال يا زين التمر انا وياس. تعال يلا الحين ابحلي، انا بروح الاستراحه وانتي زين المنتو اللي يقمش. مع السلامة. ابلس السكري هذا تحطينه بالعلب هذي وتكنزينه بالفليزر، لأنه بزبط على رمضان الله يشرفه. ايوه انا معلوم كله بابا. لا تورملين شيل هذي على خصيني. عجيب والله. جات ام سعد جايبتي شغلتها وياها. ها ايه عسى ما خليتهم يجلسون جميع. لا ما خليتهم. ها وش ذا؟ خلطنا السكري والبرحي والخلاص مع بعض كوكتيل تمر. دق على عامر خليه يجي يودينا المكتب. ما تروح لين ما تجي المفتشة منيرة. عجيب والله. عطى بدري عليك، 1-0 بتنتهي المباراة. يعني فرحان انك فايز 1-0؟ اي فرحان، وانت متعود دائما اسكك 3-4، غريبة واحد عليك صح؟ بتشوف الحين بجيب التعادل. وإذا جبت التعادل بنلعب بلنتيات وبسكك. ألو. طيب خلاص خلوها تجهز أغراضها وجايكم. مع السلامة. يلا يا عيال بعد إذنكم. عسى خير. أبد، أبروح أودي الخدام المكتب. بتصرفني يعني ها؟ كل شوية تقول لي الخدامة خدامة ها؟ لا يا شيخ، وشلون أصرفك وأنا فايز 1-0؟ لأنك جبان الحين بتنسحب. بنسحب ها؟ طب اسمع، هذه اليد أبى أخليها عندك وأتحداك تفوز. لا جايب لنا واحدة ما تعرف كوعها من كرسوعها. اتخذت التمر السكري مع خلاص. ايش من الكلام ده يا حاج؟ سكري وضغط وروماتيزم. انت جاي تقول لي الغاز وامراض ولا جاي تقول شنو بالضبط يعني؟ انت حالها ما تبعدين عنها. اكمخت مثلها. حقكم هذه ما نبيها، رجعها ورجع دراهمنا. ايه ترجعونها.
لانها على الضمان. انت ما عندك تقويم ولا شنو؟ الضمان منتهي له يومين يا استاذ. عجيب، وش عم تقول انت يا حاج؟ الخدامه دي عندها بنود في العقد. يعني اديك امثله، مثلا واحد لازم تشتغل 12 ساعه في اليوم، لازم في الاسبوع يوم اجازه، وثلاثه واهم شيء لازم تلتزم بمهامك كخدامه، مثلا يا حاج انت قاعد تخليها تغسل السياره، لا يا شيخ، واربعه فطور وغدا وعشاء، خمسه يوم اجازتها لازم انترنت وتسهلوا لها التواصل مع زوجها، سته في اوقات راحتها توفروا لها تلفزيون، ويفضل يفضل اتش دي طبعا. ما يمدي تدبرني اصير خدامه؟ اوه هالزباين، انا وين ابلقى هبة منكم ولا من المكتب؟ انا ما بيش كل هذا، انت كلام ما في هرمه اطلع برا، يلا شيل شنطه ولي فوق غرفه. اوكي عجيب والله، وراها عليك يبا، وراها عليك، شيل الزباين وطلعها برا فكني. انا تقولي شيل الشنطه؟ لكن وش أسوي؟ أتحملها دافع فيها 20,000. أوكي يلا جود نايت. وين جود نايت؟ وين؟ اجلسي، بيجوني حريم أبيك تساعديني. أنا دوام ساعة 8 صباح والهين ساعة 8 بالليل، وقت انتهي خلاص، أنا نوم. عجيب والله، خذها خذها الحين، ودها المكتب، ما أبيها. يا يمه الضمان انتهى، يعني ما في استرجاع ولا استبدال. مالي شغل، خذها ودها المكتب، ما ابيها. يا عامر تعوذ من الشيطان، رمضان على الابواب الله يشرفه، وعقب العيد ابشر بالخير. ما ابيها، ما تقعد عندي بالبيت ولا دقيقه، ودوها المكتب. مشاعل؟ ايوه يا خالي. اتصلي بالمفتشه. ابلش. خلصنا من هالعلة، المرأة ما تبيها بالبيت أبد. والله حاج شوف اسمع، إحنا أخلينا طرفنا منها، من رأيي كنصيحة يعني، تنقل كفالتها. بعت 9,000 صافي؟ بعيبة، ترى الصومة طيبة. أنا رجالي سراي ودراهمي بجيبي. تدري عاد؟ نصيبك. الله يعطيك العافية يا منيرة، بس عساها تعرف تشتغل. إيه تعرف، مدربتها. أي شيء تبينه يا أم عامر أبد اتصلي اتصلي، دي تامرين أمر. تسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، من هي هذه؟ هذه يا أبو عامر الشغالة الجديدة، منيرة ما قصرت جابتها لنا. ونعم والله بمنيرة، ونعم بمنيرة. نعم بحالك يا أبو عامر. وش لو لقيتيها بسرعة هاي؟ عندي واجد ترى المهنة. وانتش عليك يا أبو عامر، المهم إنها دبرتها. المطلوب الحين انك تدفع راتبها مقدم. تامر امر على هالف ناس تستاهل. واحد اثنين ثلاثة، هذا راتبها 1500. وشو؟ ما عليه، ما يدري ما يدري. الله يهديك يا ابو عامر، الاسعار تختلف في رمضان. كم تبين يا منير؟ 5,000. 2000 ينطح 1000. 5,000؟ دقيقة. على وين يا ابو عامر؟ أبهج، ابى ادور كفيل. ام عامر تبينا فتشه؟ عجيب والله،